بشكل سريع بس على الفريقين. هو ايه؟ مش يعني كلام فيصل وكلام ابو يزيد هي جزئيه. اولا المشكله تواجه الانديه السعوديه بشكل عام سواء في البطوله العربيه او البطوله الاسيويه. تلعب في الدوري 8 لاعبين، تلعب في البطوله الاسيويه ب4، تلعب في البطوله العربيه ب5. هذه الربكه الفنيه، لا تقول ان اذا غاب فلان الانسجام يروح. كل مباراه انت تلعب لاعبين زياده وتطلع لاعبين او 3 أو 4، هذا ياثر على اي فريق حتى على مستوى المنتخبات. الكثير يطالب بالانسجام، الاستقرار على تشكيله، لكن انت في طريقه النظام في الان في الدوري السعودي 8 أجانب، تروح تلعب بطوله اسيويه تلعب 4، حيعاني منها الهلال، النصر، الاهلي. في البطوله الاسيويه حتكون مشكله كبيره جدا. تاتي في البطوله العربيه نفس الشيء. جزئيه الارضيه في بالنسبه لمباراه الهلال بالتاكيد الارضيه حتكون سيئه جدا. الهلال مجهد من السفر ومن اللقاءات، لكن مقاييس فنيه لا شك انها لمصلحه الهلال بدون شك. الاهلي فقط انه يحتاج ان الفريق الوصل ما يسجل، لان التعادل ايجابي، اذا سجلت هدفين خارج ارضك هذه ناحيه ايجابيه جدا ممتازه حتى لو كان التعادل. نعم. فانت اهم شيء ان الفريق الوصل ما يسجل. الاهلي بكل صراحه بكل امانه فساتي غير موفق، لا في التشكيله، اسماء اللاعبين يلعبون، ولا بالتكتيك. اذا ما عندك اطراف على مستوى عالي جدا لا يمكن تلعب ب4 في 3 قلب الدفاع. طيب 3 قلب دفاع يفترض عندك طرفين على مستوى عالي في الجانب الهجومي.